الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم هو أصل الأفراح، وأعظم شيء فرحنا به في حياتنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأكبر فرحة لقاء يوم القيامة والشرب من يده الشريفة على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح، وكان يتعامل مع الفرح بمعاملة تليق مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح دائما مرتبط بفضل الله والشعور بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم فرح في حياته بأشياء كثيرة. فرح بإسلام ذلك الغلام اليهودي الذي أسلم ثم مات، فبكى صلى الله عليه وسلم من شدة الفرح وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم بعض أصحابه، فرح لما عاد من خيبر وقد فتح الله عليه خيبر ونصره الله سبحانه على اليهود هناك، فلقي سيدنا جعفر، قالوا له: هذا جعفر قد أقبل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتهيأ في بقية ثيابه حتى كان بعض جسده مكشوف، قام مسرعا إلى يهرول حتى اعتنق سيدنا جعفر بن أبي طالب وقال: لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. جعل قدوم هذا الصحابي الجليل بقدر فتح منطقة كاملة لما كان في قلبه من المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرح بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به في زواجاته، وكان يفرح بالزواج، وكذلك زوج بناته، وكان يظهر الفرح ويعلن الفرح، وكان يجهزهم بالجهاز الذي يليق مع التواضع ومع الأدب مع الله سبحانه وتعالى في علاه، وكان يقيم الوليمة. لكن هذه لم تخرجه كمثل بعض الناس، إذا فرح نسي جميع الضوابط ونسي جميع الآداب. حتى كثير من الناس عندما يفرح في زواجه أو في زواج بنته أو ولده يقول: خلاص الليلة ليلة فرحة، الليلة ليلة عرس، فيترك كثير، ربما ترك صلاة أو ترك كثير من الأعمال أو خرج عن حد الأدب والضوابط. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برزت في حياته آداب وضوابط في التعامل مع الفرح، لأن الفرح قد يخرج الإنسان عن الطور الأدب والمعاملة الحسنة مع الله سبحانه وتعالى. أول هذه الآداب نسبة الأمور إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان إذا فرح بشيء وسر يخر إلى الأرض يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا، كما بلغ أن قبيلة أسلمت فخر ساجدا لله، وإذا رفع الله بلاء خر ساجدا لله سبحانه وتعالى سجدة شكر. فنسبة الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني إظهار الفرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أو أضربوا عليه بالدف، لأن في إظهار الفرح بعث السرور والمحبة والمودة عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقبل عليه النصر ويظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يريد أن يظهر، يظهر التواضع والانكسار. يوم فرحته الكبيرة يوم فتح الله عليه مكة، جاء صلى الله عليه وسلم وهو منكسر وعليه ثياب رثة، وانحنى حتى كاد وجهه أن يلمس ظهر الدابة من التواضع في ساعة الفرحة، فلم يخرج إلى التكبر ولا إلى نسبة الأمور إليه، بل نسبها إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. كذلك من آداب الفرح أن يبعث البشير. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التوبة لكعب بن مالك ومن معه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم البشير مباشرة يذهب إلى كعب بن مالك ليبشره. فالبعث والفرح والإرسال للناس عند الأفراح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير عند رؤية ما يفرحه أو حصول شيء يفرحه، التكبير كمثل ما فعل كذلك في الأعياد، كان يكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب إظهار الفرح في أيام العيد،
حتى أنه كان يأتي السودان هؤلاء فيضربون بالدفوف ويلعبون في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة تريد أن تنظر ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشتهين أن تنظري يا عائشة؟ فيقوم على الباب وتقوم من ورائه وتنظر إلى هؤلاء الأحباش الذين يلعبون ويضربون الدفوف ويزفنون ويرقصون، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ويقول لها: هل اكتفيت؟ هل اكتفيت؟ حتى تكتفي. وكان يحب إظهار الأفراح عليه أفضل الصلاة والسلام. من أكثر ما فرح به صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ولادة فاطمة بالحسن والحسين، فكان من أكبر فرحه عليه الصلاة والسلام، وأظهر ذلك الفرح وكان يحملهم ويشمهم، ولكنه شكر الله وفعل العقيقة وهي سنة من سننه عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله أن يكثر أفراحنا وأفراح المسلمين. والإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بسبب من أسباب الفرح فيتذكر فرحه برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتذكر أن أصل الفرح يكون بلقاء الله ولقاء رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه في فرحتي الكبرى إذا انطبقت علي معاني قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.